بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بداية الأسبوع، لكن بالتأكيد من أسبوع السوبر المصري والانتصار على الزمالك وتحقيق بطولة مهمة جدا في توقيت غاية في الأهمية لنادي القرن، إلى أسبوع الاتحاد الدولي وأسبوع سوبر جديد بين الأهلي المصري بطل إفريقيا والعين الإماراتي بطل أسيا. بطولة جديدة وتحدي جديد على كأس الثلاث قارات، قارة إفريقيا وقارة أسيا وقارة الأوكيانوسيا، بتلعب على كأس لثلاث بطولات. إذن من سوبر مصري إلى سوبر جديد، وهي بطولة فيفا انتر كونتيننتال، والبداية بكأس البطولات الخاص بالقارات الثلاث. إن شاء الله بإذن الله يكون سوبر خلال هذا الأسبوع، انتصارات وشكل وأداء وكرنفال في استاد القاهرة اللي هيحتضن مباراة القمة التاريخية بين الأهلي المصري والعين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، والاستاد بإذن الله كامل العدد بحضور جماهيري كبير جدا من جماهير النادي الأهلي. كذلك هنسعد بالتأكيد بوجود جماهير نادي العين. أهلا وسهلا بيكم في بلدكم التاني، وأهلا وسهلا بيكم في استاد القاهرة، وإن شاء الله بإذن الله تكون في مباراة رائعة على كافة المستويات. احنا والأشقاء في الإمارات واحد، مفيش أي فرق بيننا. مباراة 90 دقيقة، لعل وعسى ممكن يكون فيها اكسترا تايم لو فيها تعادل، لكن بإذن الله نشوف أسبوع على كافة المستويات على أعلى مستوى ما بين الأهلي المصري والعين الإماراتي. مرحبا بالأشقاء الإمارات هنا في مصر، حضور إعلامي كبير جدا، حضور جماهيري هيكون كبير جدا. حلقة النهاردة هيكون فيها كواليس وتفاصيل متعلقة بالاستعداد بهذا اللقاء. ولكن مهم جدا الأسبوع الماضي يكون فيه فرحة الانتصار بالسوبر، فرحة مهمة جدا، فرحة كانت من الأهم البطولات اللي دخلت تاريخ الأهلي في الساعات الأخيرة أو في الأيام الأخيرة، خاصة أن بعد السوبر الإفريقي كان فيه كلام كتير جدا وهمهمات ومحاولات من البعض لهز استقرار فريق الكرة في النادي الأهلي. من الأمور الإيجابية اللي شفناها في إقامة بعثة الأهلي في الإمارات أن الأمور الانضباطية والتأديبية كانت قبل الأمور الفنية. عشان كده طول ما في نظام لازم تلاقي نتيجة، طول ما في عدل لازم يكون في مكسب. فالحمد لله ربنا وفق الأهلي في أول بطولة محلية خلال هذا الموسم بالفوز بالسوبر المصري والحفاظ على البطولة اللي نجح الأهلي في تحقيقها العام الماضي، والبطولة دي بنسخة مستحدثة بمشاركة 4 أندية. حلقة النهاردة هيكون فيها كواليس مهمة جدا عن آخر الأخبار المتعلقة بالأهلي والعين، أخبار حصرية، موضوعات مهمة جدا متعلقة بهذا اللقاء، هنكشف عن تفاصيل كتيرة متعلقة بهذه المباراة. كمان النهاردة عندنا توبيك مهم جدا عن كواليس اجتماع لجنة الانضباط بالأمس بشأن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك. ناس كتيرة لغاية دلوقتي مش عارفة كواليس القرار، ليه الاتحاد الإفريقي اتخذ هذه العقوبات والقرارات القوية التي صدرت في حق لاعبي ومسؤولي نادي الزمالك بعد الأحداث اللي شهدتها لقاء السوبر الإفريقي. البعض كان يتخيل إنها مباراة عدت وخلاص، ولكن النهاردة كواليس وتفاصيل مهمة جدا هتسمعوها من خلال برنامج الترند. كمان هينورنا في الفقرة الحوارية زي ما أنتم متعودين، في كل فقرة حوارية كل يوم معانا ضيف مختلف، توبيك مختلف، تفاصيل مختلفة، كواليس، استعدادات. النهاردة هيكون ضيفنا الناقد الرياضي والمحلل الرياضي الأستاذ كريم سعيد، رئيس تحرير موقع يلا كورة. لكن عشان وقتنا نروح بسرعة لسؤال حلقة النهاردة، وسؤال النهاردة بدري كده قبل 48 ساعة من موعد اللقاء، عايز أعرف توقعات حضراتكم، هل ممكن يحصل تعديل على تشكيل الأهلي في مباراة العين الإماراتي ولا لا؟ الكل يدخل ويجاوب معنا على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير بإذن الله هستعرض إجاباتكم وتعليقاتكم سواء على صفحة الفيسبوك أو الانستجرام أو من خلال منصة إكس، وأتمنى بإذن الله تكون فيه مشاركة فعالة من جماهير النادي الأهلي. لكن نروح بسرعة لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، الفريق يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة العين الإماراتي. كمان بعثة العين الإماراتي تصل القاهرة اليوم. وفي الترند العالمي، ريال مدريد يدين السلوك العنصري ضد لاعب برشلونة. أهم مباريات اليوم النهاردة، جولة قوية جدا ومثيرة في الدوريات الأوروبية. شفنا امبارح الكلاسيكو ما بين الريال وبرشلونة، وفوز برشلونة على الريال بـ4 أهداف مقابل لا شيء
مكسب كبير جدا، مفاجأة مدوية فوز برشلونة على الريال. لكن النهاردة في استكمال مباريات المتعة والإثارة في الدوريات الأوروبية، البداية بالدوري الإنجليزي، ويمكن النهاردة في مباريات قوية جدا. في هذه الأثناء يمكن تشيلسي متعادل مع نيوكاسل 1-1، كريستال بالاس متقدم على توتنهام هوتسبير 1-0، وستهام والمان يونايتد ما زال التعادل السلبي، أرسنال وليفربول الساعة 7:30، وكل التوفيق لنجمنا محمد صلاح. الدوري الإسباني في هذه الأثناء أو منذ قليل انتهت مباراة ليجانس مع سيلتا فيجو بفوز ليجانس 3-0، ختافي مع فالنسيا 6:15، 8:30 ريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد، الساعة 11 من مساء اليوم ريال سوسيداد مع أوساسونا. نروح للدوري الإيطالي، منذ قليل انتهت مباراة بارما وإمبولي بالتعادل الإيجابي 1-1، لاتسيو متقدم على جينوا 1-0، موينزا متعادل إيجابيا مع فينيزيا 2-2، وفي الختام الديربي والكلاسيكو القوي ما بين إنتر ميلان مع اليوفي الساعة 8 مساء. الساعة 11 إلا ربع فورنتينا مع روما. نروح للدوري الألماني، بوخم متعادل سلبيا حتى الآن مع بايرن ميونخ، 7:30 يونيون برلين مع إنتراخت فرانكفورت، وفي 9:30 هيدنهايم هيلعب مع هوفنهايم. في الدوري الفرنسي وعندنا اثنين من نجوم الكرة المصرية، محمد عبد المنعم في نيس ومصطفى محمد مع نانت، النهارده بيلعبوا مباريات. ليون مع أوكسير ما زال التعادل السلبي بين الفريقين 0-0. الساعة 7 محمد عبد المنعم مع نيس النهارده هيلعب مباراة مع موناكو. في نفس التوقيت مونبلييه هيستضيف تولوز، وفي نفس التوقيت أيضا ستراسبورغ هيستضيف نانت. في 11 إلا ربع ختام المباريات مارسيليا هيستضيف باريس سان جيرمان البي اس جي. مشاهدة ممتعة بالتأكيد لكل السادة المشاهدين. عموما دي كانت مباراة قوية ومثيرة، ولكن أكيد هذه المباراة المثيرة اللي كانت الأسبوع الماضي في الإمارات لا تقل أهمية عن متابعتنا للدوريات الأوروبية، وفوز الأهلي بالسوبر على حساب الزمالك في فرحة طاغية لكل جماهير النادي الأهلي. قبل ما أطلع لفاصل عندي كده تعليق صغير على أحداث مباراة السوبر. نجح الأهلي في اقتناص هذا اللقب لأنه حط سيستم بشكل مختلف عن الفترة السابقة. الانضباط، الالتزام، القرارات القوية أكيد بتقودك إلى نجاح وانتصارات. كهربا وموقف كهربا اتقفلت الصفحة، مفيش أي تعليقات على هذا القرار، وعقب وصول البعثة على طول بعد ما التزم كهربا واعتذر للجهاز الفني واعتذر للكابتن محمد رمضان المدير الرياضي وتدخل لاعبي النادي الأهلي بما يتوافق مع أسس ونظام النادي الأهلي، تم قبول الاعتذار ومشاركة كهربا في التدريبات بالأمس ومشاركته في تدريبات النهاردة كمان، والرؤية الفنية حسب المشاركة في الفترة القادمة بترجع للمدير الفني مارسيل كولر. خلاص موضوع نقطة من أول السطر، اتقفلت الفيلم والقصة اللي كان حاول البعض يكبرها شوية لما شاف لعيبة الأهلي ماسكة تي شيرت كهربا رقم 7 أثناء التتويج ببطولة السوبر. مفيش حاجة بتتعمل داخل النادي الأهلي كده باي لك، أو مش كل واحد بيعمل حاجة بمزاجه، في نظام، في سيستم. فبالتالي ملف الكهربا لا اللعيبة اعترضت على أي قرار، بالعكس في التزام من الجميع. اللعيبة تدخلت عشان خاطر كهربا، اعتذر اللاعب، وافق الكابتن محمد رمضان. امبارح شفنا الصور مع مارسيل كولر، المشاركة الفنية بترجع للمدير الفني. طبعا البعض اللي حاول بقى ايه يحط شوية تاتش كده معين او حبة سبايس عشان يشعل المسألة، طبعا الموضوع باظ، ما نفعش، الاهلي كسب والموضوع انتهى. الفترة الجاية مباراة العين، بعد مباراة العين الدوري، فلا حديث في الفترة القادمة سوى على الأمور الفنية والاستعداد للمراحل القادمة، لأن المراحل القادمة مراحل هامة جدا في صفوف النادي الأهلي. مبروك وبالتوفيق في اللي جاي، لأن اللي جاي لسه فيه كلام كتير، وعشان نبدأ نتكلم فيه لازم نطلع فاصل، وبعد الفاصل نواصل. كنت لسه بتكلم معاكم من قبل الفاصل على غلق ملف كهربا والقصه خلاص اتقفلت والاستعداد للي جاي. ماتش العين الاماراتي بطوله مهمه جدا، فيها كاس وفيها تتويج، هتروح بعدها على الدوري المصري والاسابيع متتاليه، تفاصيل كتيره قوي الفتره الجايه في مشوار الاهلي. ولكن عشان نقفل الصفحه بجد، بما ان الكلام الكتير اللي كان موجود في السوشيال ميديا وبعض حتى المقدمي البرامج في اللي بيحاولوا بقدر الامكان يعني يحطوا التاتش شويه عشان يعملوا ازمات شويه في بعض المشاكل اللي تخص فريق الكره في النادي الاهلي، النهارده مش بنتكلم بس في بيان المدير الرياضي وفي اعتذار كهربا. مارسيل كولر المدير الفني النهارده على حسابه الرسمي على الانستجرام نزل صوره ليه هو وكهربا وهم نازلين
لملعب التدريب. ده ان دل على شيء بيدل ان القصه خلاص زي ما انتم شايفين وزي ما اتعرضت معانا على الشاشه الصوره، القصه مختلفه تماما عما بيكتب وبيثار في السوشيال ميديا. حتى الغرامه الماليه اهي الصوره قدامكم اهي على الشاشه، دي صوره على حساب مارسيل كولر على الانستجرام، يعني مثلا مش صوره مثلا حد صورها او نازله مثلا على السوشيال ميديا، لا ده الحساب الرسمي الاكونت الرسمي لمارسيل كولر على الانستجرام منزل صورته هو وكهربا لما نزلوا تدريب امبارح. اعتقد في تفاصيل احنا بنحاول نبرزها شويه من خلال برنامج الترند كسوشيال ميديا عشان ننهي بيها موضوعات مش محتاجين نتكلم فيها كتير. صوره زي ما كنا بنقول الكلمه خير من اي تعبير او من اي كلام، الصوره اعتقد بتبقى اهم من اي خبر، الصوره الواحده في حد ذاتها ممكن تكون خبر عشان نقفل الكلام في الملف ده. في ملف تاني بس مش عايز اتكلم فيه في تفاصيل دلوقتي، هسيبه الحلقات جايه، ولكن ملف ممكن بينذر بكارثه مع انطلاقه الدوري العام. ناس تقول لي اي ملف؟ ملف ايه؟ ملف التحكيم. ازاي؟ انتوا عارفين ان اليومين دول المفروض لجنه الحكام المؤقته اللي بتدير ملف التحكيم في اتحاد الكوره لغايه لما يجي مجلس منتخب في اتحاد الكوره ويشكل لجنه جديده، واتمنى يكون رئيس اللجنه اجنبي واعضاء اللجنه معاه اجانب، وده كلام هيجي في ايام جايه باذن الله لما يكون معانا ضيوف هنتكلم في تفاصيل مهمه في الموضوعات دي فيما يتعلق بالملف التحكيمي. النهارده انت بتعمل معسكر للموسم الجديد، هل يعقل انك بتعمل معسكر للموسم الجديد تجيب فيه حكام رسبوا في الاختبار البدني بحجه ان هم عندهم رخصه الفار عشان هيشتغلوا فار في بدايه الموسم؟ ده مش منطقي ابدا. انت الحكم اللي عندك اللي ما بيتمش اجتياز الاختبار البدني خاصه لما يكون حكم صغير في السن لازم يبقى فيه قرار اداري بمعاقبته. ايه هو العقاب؟ وده اللي حصل الموسم اللي فات، انك بتمنعه من المشاركه في الدوري حتى لو حكم فار لغايه لما يجتاز الاختبار البدني. صحيح الاختبار البدني حاجه وحكم الفار حاجه تانية، دي لها قواعد ودي لها قواعد، مش معنى ان انت ما اجتازتش يعني لم تجتاز الاختبار البدني اللي انت ما تحكمش فار، لا حكم فار، بس لما يبقى حكم صغير في السن لم يجتاز الاختبار البدني الف ب قرار اداري من اللجنه ما يحكمش في الدوري حتى في الفار لغايه لما يجتاز الاختبار البدني، وده اللي عمله بيريرا السنه اللي فاتت. لكن السنه دي الاقي حكام دخلوا المعسكر في الاستعداد للموسم الجديد وهم لم يجتازوا الاختبار البدني بحجه ان عينهم في غرفه الفار، احنا بنشتغل شغل بروفيشنال، مش بنعمل جمعيات وبنساعد الناس واحنا مش في شؤون اجتماعيه، احنا لازم نشتغل شغل بروفيشنال. المواءمات والمصالح والعلاقات الشخصيه دي بره، لكن لما بتيجي تشتغل في ملف بشكل احترافي لازم تحط قواعد. انا مش عايز اقول اسماء الحكام عشان ما يبقاش احراج ليهم واحراج للجنه، بس احنا عينينا هتبقى موجوده على كل تفصيله بتحصل في ملف التحكيم السنه دي، وهننتظر ونشوف رئيس لجنه اجنبي لاداره ملف التحكيم الفتره اللي جايه. ناس كتيرة بتقول لي ما هو الكلام الكتير على التحكيم ما بيجيبش فايده، لا جاب فايده. في ماتش الفاينل بين الاهلي والزمالك لولا اللي احنا اتكلمنا على فكره عدم احقيه الحكام في الظهور الاعلامي اثناء منافسات البطوله طبقا لتعليمات الفيفا ما كانش محمود عاشور اتغير من حكم الفار للايفار. محمود عاشور كان حكم فار في ماتش الاهلي وزمالك. ليه اتغير؟ لان احنا اتكلمنا وقلنا اللي حصل في الظهور الاعلامي ده غلط. وحطوا محمد معروف حكم فار، بس اللي اشتغل في الغرفه كان محمود عاشور، بس ما حطوش محمود عاشور في وش المدفع، لان هم غلطوا بظهوره في البرامج. لكن الكلمه اللي بتتقال في ملف التحكيم بتبقى مؤثره، عشان كده احنا كل كلمه وكل حرف وكل صوره وكل خبر هنركز عليه ونبروزه من خلال برنامج الترند. ده جرس انذار للجنه، ابعد عن المصالح الشخصيه، ابعد عن المؤامات، ابدا اشتغل بروفيشنال، والحكم اللي ما بيجتاز الاختبار البدني ما تكافئوش وتحطه في غرفه الفار، امنعه من الدوري لغايه لما يجتاز الاختبار البدني، وبعدين نروح بعيد ليه؟ ما في حكام تانيه معاه رخصه الفار، ليه ما دخلتش المعسكر؟ ولا عشان مش ابن فلان وقريب فلان وصاحب فلان؟ دي بدايه غير موفقه. في توبيك تاني مهم جدا واختم بيه الفقره دي، وهو متعلق باجتماع لجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي بالامس والقرارات القويه التي صدرت بحق نادي الزمالك ولاعبيه بعد الاحداث اللي شهدتها لقاءات او مباراه السوبر الافريقي في المملكه العربيه السعوديه يوم 27 من الشهر الماضي. ناس كتيره بتتكلم وهي ما عندهاش التفاصيل، يقول لك قرارات قويه جدا، ازاي 300,000 دولار؟ ده اتحاد العاصمه انسحب واتغرم 40,000 دولار على المباراتين، 20,000 يعني 20,000 في كل مباراه. ما انا بقول لكم الناس بتتكلم وهي مش مدركه هي بتقول ايه. مين قال لك ان اتحاد العاصمه انسحب؟ مين قال لك ان اتحاد العاصمه اتعاقب على بند الانسحاب؟ اقروا واسالوا قبل ما تتكلموا. اتحاد العاصمه قضيه تانية غير قصه الزمالك والاهلي في ماتش السوبر.
اتحاد العاصمه اتعاقب على بند موجود في لائحه الانضباط تحت عنوان عدم اقامه المباراه، مش انسحاب، المباراه اساسا لم تقام، لم تلعب. انت لما تنزل الملعب والحكم يصفر ويبدا الماتش هنا المباراه بدات، لما بتخرج وما بتكملش هنا اسمها انسحاب. لكن لما بتبداش المباراه وما بتنزلش الملعب قواعد المباراه نفسها ما اتعملتش، فبالتالي هنا ما اسمهاش انسحاب. فاتحاد العاصمه اتعاقب على كيس ثانيه خالص في لائحه الانضباط لا يجوز المقارنه بينها وبين عقوبه الزمالك. طب ليه الزمالك اتعاقب ب 300,000 دولار؟ هبدا معاكم واحده واحده كده. اولا العقوبات. تغريم الزمالك 300,000 دولار بسبب التهديد والتلويح بالانسحاب. ايقاف ناصر منسي 3 مباريات وغرامه 10,000 دولار بسبب حركه الاستفزازيه اللي اتعملت مع او اتعمل من خلال ناصر منسي مع جماهير النادي الاهلي. ودي اتكتبت في تقرير الحكم واتكتبت في تقرير المباراه، تقرير المراقب، وكانت موجوده في شريط المباراه. ايقاف شيكابالا 3 مباريات وغرامه 10,000 دولار بسبب تحريض زملائه على الانسحاب من اللقاء. شيكابالا كان على الدكه، نزل لغايه ارضيه الملعب، دخل منطقه الجزاء، تشاور وتحدث مع الحكم، كل ده اتكتب في التقرير وموجود ومثبت في شريط المباراه. طب هل يجوز لشيكابالا وناصر منسي الاستئناف على قرار الثلاث مباريات؟ لا. لائحه الانضباط، وهتكون معانا اللائحه دلوقتي، الماده المتعلقه ب ان اللعيب او اي ايقاف ثلاث مباريات قدامكم على الشاشه اهو، اي ايقاف ثلاث مباريات فيما اقل لا يجوز الاستئناف عليه. اي ايقاف ثلاث مباريات فيما اقل لا يجوز الاستئناف عليه، فبالتالي ايقاف شيكابالا وناصر منسي ده قرار نهائي لا يجوز الاستئناف عليه. طب هيستأنفوا على ايه؟ على 10,000 دولار، لان اي غرامه ماليه اقل او 5,000 دولار ما تستأنفش عليها، اكتر من 5 تستأنف، فال 10,000 دولار هيستأنفوا عليها. ده بالنسبه لشيكابالا وناصر منسي. طب تعالى بقى للغرامه الماليه اللي على الزمالك 300,000 دولار. دي لائحه الانضباط اللي على الشاشه دي على فكره. طب نروح بقى للائحه نفسها. هي الناس مش مستغربة شوية من فكرة هو الرقم ده وصل ازاي كده؟ الناس نسيت ان في نهاية الكونفدرالية كان في غرامة على الزمالك 200,000 دولار؟ الناس نسيت ان كانت في عقوبات على مدار اخر 10 سنين متتالية وعقوبات فيها ازدياد في غرامات مالية على نادي الزمالك في الفترة الأخيرة؟ طب الناس مش واخدة بالها ان لما يكون في انذار في نهاية الكونفدرالية على الأحداث اللي حصلت، سواء شماريخ، سواء عدم التنظيم، سواء 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 كل اللي حصل في نهايه الكونفدراليه، وكان في تشديد امني كبير من المنسق الامني للكاف. طب لما تعمل نفس المشكله في المباراه التي تليها، طبيعه ال 200 هيبقوا 50 ولا 100 ولا هيبقوا 200 زي ما هم او 300؟ بقوا 200 وفي اوبشن ان في 100,000 ثانيه لو اتكررت هيدفع 300 مش 200. عشان بس الناس تبقى فاهمه التفصيله دي جت ازاي. بالاضافه لكده الناس تقول لك هات لي اللائحه، شوف لي البند اللي بيقول لي انا بتعاقب ب 300,000 وبناء على ايه؟ ايه البند اللي ده؟ اللي موجود بيقول كده. طب ما تروح للائحه المسابقه نفسها. لائحه المسابقه فيها بند واضح جدا بيقول لك ايه؟ الماده 53. يتم البت في الحالات غير المنصوص عليها في هذه اللائحه من قبل اللجنه التابعه للاتحاد الافريقي. يعني اللجنه ليها الحق ان هي لو شافت حدث حصل في المباراه وفي نص في اللائحه ما بيديش عقوبه مناسبه للحدث، اللجنه ليها الحق وبيتراها ليها ان هي تاخد القرار اللي هي شايفاه. فبالتالي اللجنه عندها الحق. طب روح للبند الثاني في لائحه المسابقات بقى. بيقول لك الفريق اللي بينسحب من المباراه او بيلوح بالانسحاب بيعاقب ب 100,000 دولار. ايه رايك؟ ده في 20 ولا 40 ولا 50، ده 100,000 دولار. طب ليه الزمالك اتعاقب بال 300؟ مش واخدين بالكم من حاجه؟ حيثيات القرارات نفسها لغايه دلوقتي لسه ما طلعتش. يعني الناس من امبارح عماله تبني مواقف وبتتكلم في تفاصيل وبتخش في موضوعات وجو المؤامرات الكونيه وحيثيات القضيه نفسها لسه ما طلعتش. اللي طلع امبارح ده كان قرار بس. طب الحيثيات تيجي امتى؟ لما الزمالك يستأنف خلال 72 ساعه على القرارات دي هتجيله الحيثيات، والحيثيات فيها كل التفاصيل. انت متعاقب هنا ليه؟ التقرير هنا قال ايه؟ هنا الغرامه دي عشان ايه؟ هنا المشهد اللي ظهر في شريط المباراه بيقول ايه؟ وساعتها بتستأنف. لكن القرارات كلها قانونية بنسبة 100%. وهديكم مثل بسيط. من حوالي أسبوعين، عشان تعرفوا إن الكاف لا بيعرف أهلي ولا زمالك، من حوالي أسبوعين النادي الأهلي اتعاقب بغرامة مالية 30,000 دولار عشان بس حط بوستر إعلاني اتحط على الأتوبيس وهو داخل الاستاد. تخيل 30,000 دولار عشان بوستر إعلاني، عشان الاعلان ده مش ضمن رعاه الاتحاد الافريقي. الكاف ما بيهزرش. والناس اللي مش مدركه وهي بتتكلم
ومش عارفه ان اللجنه اللي موجوده حاليا كلجنه انضباط اتغيرت، في لجنه جديده فيها اعضاء جدد، فيها لجنه جديده واعضاء جدد، فبالتالي لازم الناس تعمل معايشه شويه مع الاجواء الجديده جوه الاتحاد الافريقي. كل القرارات اللي جايه قرارات قويه وغرامات كبيره، واللي الزمالك لو استأنف وجات له الاحساسيات هيلاقي ان هو نفسه اصلا يحمد ربنا ان هي جت على قد كده، لان معلوماتي واللي قلتها امبارح وكتبتها امبارح الموضوع كان رايح في سكه اكبر من كده بكتير، واللي جاي هيبقى اصعب لو حصل اي خروقات بتحصل في المباريات او في الملاعب. ده جرس انذار عشان اللي جاي، بدل ما نتكلم مع المنظومه ونحل ونشوف المشاكل دي وما بتتكررش تاني، حصلت في السعوديه اهي وحصلت في الامارات وكانت في مشكله قبل كده في قطر، لا ناخد بالنا والاعلام يقدم بجد ماده اعلاميه للمؤسسات الرياضيه عشان ما يبقاش فيها موائمات ومصالح، وانا بحب النادي ده فمش عايز اهاجمه، وانا بشجع النادي ده فمش عايز اهاجمه، قول المعلومه مجرده من اي وجهات نظر عشان الناس تشتغل صح، ولو في مؤسسه عندها مشاكل انضباطيه تقدر تعالج ده عشان العقوبات ما تبقاش كتيره الفتره اللي جايه. فاصل ثم نواصل. طيب عندنا مباراة مهمة جدا يوم الثلاثاء الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، مباراة مع العين الإماراتي، مش على بطولة كأس الأفر آسيوي. الناس عندها خلط وبتقول معلومات غلط، البطولة مش اسمها كأس الأفر آسيوي، البطولة اسمها كأس الثلاث قارات. أنت بتلعب الصورة الزجاجية اللي هي في صالة الكبار الزوار الفي في أي بي، الماسورة الزجاجية بالكامل هتكون لصالح ضيوف نادي العين الإماراتي، وتمت الاستجابة لكافة الطلبات. طب تعالوا بقى للجزئيه اللي جايه دي عشان فيها كلام مهم جدا. مخرج مباراه الاهلي والعين مخرج اجنبي. الفيفا اللي بينظم وهو اللي حط القواعد، فخدوا مني بقى التفاصيل الحصريه من خلال برنامج الترند. مخرج اجنبي هو اللي هيخرج مباراه الاهلي والعين الاماراتي. المباراه هتتنقل بكام كاميرا؟ 20 كاميرا. المباراه هيتم نقلها ب 20 كاميرا. منهم او هيشتغل على الكاميرات خمس مصورين اجانب. ده الكرو بتاع المخرج الاجنبي اللي هيخرج وهيشتغل على نقل المباراه تلفزيونيا باذن الله يوم الثلاث الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره. 20 كاميرا، مخرج اجنبي، هيساعده خمس مصورين اجانب ضمن طاقم العمل اللي هيصور وهينتج هذا اللقاء، واحنا عارفين قواعد معينه الفتره الاخيره بينتجها الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي، بيبقى ليها رولز كده بتطبق في المباريات الكبيره. حاجه ثانيه، النهارده بعد التدريب آخر موعد لإرسال قائمة المباراة. يعني الناس ممكن تستنى لبكرة؟ لا، قائمة مباراة الأهلي والعين هتتسجل النهاردة على السيستم قبل موعد المباراة ب 48 ساعة. القائمة هتشمل كام لاعب طبقا للائحة الفيفا الخاصة بالبطولة دي؟ 23 لاعب بس، منهم 3 حراس مرمى. يبقى قائمة المباراة النهاردة النادي الأهلي هيسجلها على سيستم الفيفا عشان تشارك في المباراة يوم الثلاث. طب ربنا يكرمنا ونكسب العين وهنلعب في قطر 14 و18 ديسمبر، هل نفس القائمة دي ولا الأمر هيختلف؟ لا، الأمر هيختلف. يوم 15 نوفمبر اللي جاي تقدر تبعت قائمة تانية ب 35 لاعب، ب 35 لاعب، ولكن يوم 9 ديسمبر هتختصر القائمة ل 26 لاعب. ال 26 دول هم اللي هيلعبوا مباراة يوم 14 على كأس التحدي في ملعب 974 في قطر مع الفايز ما بين بطل أمريكا الجنوبية مع بطل أمريكا الشمالية، ولو كسبت بنفس القائمة ال 26 اللي هتختصر يوم 9 ديسمبر هتلعب بيها يوم 18 ديسمبر أمام ريال مدريد على استاد لوسيل في قطر، وبالتالي دي اللائحة المتعلقة بتسجيل اللاعبين، والنهارده لازم يتسجل 23 لاعب. طب ماتش الأهلي والعين في ال 90 دقيقة لو انتهى بالتعادل السلبي أو الإيجابي، هل ركلات جزاء ترجيحية ولا في اكسترا تايم؟ لا، في اكسترا تايم، في شوطين كل شوط إضافي 15 دقيقة، وفي حاله التعادل هنروح لركلات الجزاء الترجيحيه. القواعد دي موجوده في ماتش الاهلي والعين، واذا تاهلنا باذن الله الى قطر يوم 14 و18 ديسمبر في مواجهه ريال مدريد. طيب عايزين نطمن على فرقه الاهلي، اخبار اللعيبه اللي رجعت من الامارات وفي اصابات عضليه وموقف صعب بيشهده كولر دلوقتي نتيجه اصابه عدد كبير جدا من اللاعبين في خط الدفاع، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، خالد عبد الفتاح، يوسف ايمن، اشرف داري، محتاجين نطمن على كل دول. لذلك نطير مباشرة إلى ملعب مختار التتش بالجزيرة مع زميلنا العزيز موفد قناة الأهلي محمد توفيق. مساء الخير يا محمد.
مساء الخير الزميل عزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومشجعي النادي الاهلي في كل مكان. اخر الاخبار عندك، محتاجين نطمن على اشرف داري، يوسف ايمن، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، يعني عمر كمال عبد الواحد، يمكن كل الاسامي انا شايفها في الخط الخلفي، ولو عندك تفاصيل اضافيه بالتاكيد محتاجين نسمعها منك. في البدايه احب اطمنك يا محمد واطمن كل جمهور النادي الاهلي، الحمد لله رب العالمين، الوحيد اللي خارج مباراه النادي الاهلي والعين الاماراتي في بطوله الانتر كونتيننتال هو يعني من القائمه اللي انت قلتها لي كلها هو يوسف ايمن، طبعا طبقا لبروتوكول الفيفا، طبعا نظرا لاصابته في مباراه الزمالك الاخيره في بطوله السوبر المصري بارتجاج في المخ، فهو خلاص بنسبه 100% هو خارج المباراه خلاص طبقا لقواعد الفيفا 6 ايام، ويبدا يتمرن مع الفريق بشكل طبيعي محمد طبقا للبروتوكول، باستثناء كده كل اللاعبين متاحين تحت امر الجهاز الفني، البدايه مع اشرف داري النهارده بالفعل بيشارك في المران الجماعي ولكن بشكل جزئي، طبعا بيخضع للاختبار، ان شاء الله يكون الامور مطمئنه وباذن الله رب العالمين يكون مع الجهاز الفني. ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، الامور طبيعيه جدا، امبارح خدوا التمرين الاستشفائي الاول للفريق ولكن بيتمرنوا بشكل عادي جدا ومتاحين ان شاء الله تحت امر الجهاز الفني. عمر كمال، اكرم توفيق، كل اللاعبين الحمد لله يعني كلهم حالتهم البدنيه اكثر من رائعه، الاختيارات الفنيه طبعا بتاعت مستر مارسيل كولر، حتى كمان وسام ابو علي كان في كلام عليها محمد، ما فيش اي حاجه من الكلام ده كله، اللعيبه كلها الحمد لله داخل الملعب بيتمرنوا بشكل طبيعي جدا، زي ما قلت لك يوسف ايمن فقط خارج قائمه المباراه ولكن باستثناء كده كل اللاعبين موجودين في المران الجماعي، طبعا بجانب اللاعبين الغائبين منذ فتره كريم فؤاد، علي معلول، ومحمد هاني اللي شغال بشكل اكثر من رائع في برنامجه التاهيل، وباذن الله بعد 6 اسابيع فات منهم 4 فاضل اسبوعين يكون ان شاء الله خلع الركبه الصناعيه اللي مركبها وبيتمرن بيها تدريبات تاهليه في هذه الفتره، كمان خالد عبد الفتاح يمكن طمنته من دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي، اكد لي كمان ان خالد عبد الفتاح خلاص ايام قليله هيكون موجود مع الفريق، هو بالفعل في اخر مراحل التاهيل، باستثناء كده الحمد لله الامور مطمئنه من هذه الناحيه محمد، يمكن الفريق على طول عقب الفوز ببطوله السوبر المصري جه الجمعه فجرا ارتاح، بس يوم الجمعه امبارح كان موجود على طول تدريب، المجموعه لعبت بشكل اساسي خاصه المباراه وصلت 120 دقيقه محمد، كان تمرين استشفائي ليهم، المجموعه الباقيه خدت مران قوي جدا، كان في طبعا محاضره مستر مارسيل كولر في بدايه المران، قفل بشكل تمامي خالص احتفالات السوبر وبطوله السوبر كعاده النادي الاهلي، عندنا بطوله طيب جديده طفيق. حلم جديد لجماهير النادي الاهلي، بطوله مهمه جدا يا محمد، معاك يا محمد اتفضل. هم اعتبروا يوسف ايمن طبقا لبروتوكول الفيفا ان هو عنده ارتجاج فما ينفعش يلعب الماتش، ده خلاص ده امر محسوم، عشان دي نقطه مهمه جدا انت قلتها في البدايه، ده واحد. اتنين، اشرف داري الموقف ان النهارده شارك في التدريبات في امكانيه يتواجد ولا لا؟ يوسف ايمن زي ما قلت لك في البدايه محمد طبقا لبروتوكول الفيفا هو خارج المباراه نظرا طبعا لاصابته بارتجاج في المخ في اخر مباراه، فهو مستبعد تماما، كمان الجهاز الطبي في النادي الاهلي بغض النظر عن بروتوكول الفيفا هو فضل اراحه اللاعب خوفا عليه طبعا من الاصابه، ما ينفعش يلعب هو في الحاله دي، فتم استبعاده وهو بس يعني مجرد تمرينات خفيفه كده في الجيم لكن بعيد عن تدريبات الكره خالص، الدكتور احمد جاب الله قال لي مش هيخش تدريبات جماعيه قبل 6 ايام طبقا للبروتوكول المتعارف عليه دوليا أكيد. من الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا. اشرف داري شارك زي ما قلت لك موجود في التدريبات الجماعيه ولكن بشكل جزئي، الامور مشيت بشكل كويس والامور تمام محمد، هيكمل عادي جدا وباذن الله يكون متاح من الناحيه الطبيه تحت امر مستر مارسيل كولر طبقا لرؤيته الفنيه، باستثناء كده كل اللاعبين اللي بيتدربوا كانوا في قائمه مباراه السوبر فهم كلهم متاحين تحت امر الجهاز الفني ما فيهمش اي مشكله. زميلنا محمد توفيق مفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات الهامه جدا في هذه اللحظات قبل الاستعداد لمباراه العين. بكره بالمناسبه تدريب الاهلي هيكون الساعه 6 في استاد القاهره، المؤتمر الصحفي 4:30، تدريب العين هيكون الساعه 8 والمؤتمر الصحفي الساعه 7 في استاد القاهره. فاصل وبعد الفاصل الفقره الحواريه فيها كلام مهم جدا مع الاستاذ كريم سعيد. اهلا بحضراتكم من جديد في الفقره الحواريه من برنامج الترند اللي بالتاكيد هنتكلم فيها في جوانب متعلقه بناحيه تحليليه ورقميه وخبريه ايضا وكواليس هامه جدا متعلقه بمباراه الاهلي والعين الاماراتي على كاس القارات الثلاث، افريقيا، اسيا، قاره اوكيانوسيا. متفقين من البدايه ما اسمهاش كاس الافرو-اسيوي، الموضوع مختلف تماما في تنظيم بطوله الانتر كونتيننتال تحت شعار الاتحاد الدولي فيفا. لذلك في البدايه برحب بضيفي في هذه الفقره الاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره والمحلل الرياضي اللي هنتناول معاه ملفات مهمه جدا في هذه الفقره. استاذ كريم منور الدنيا. مساء الخير يا محمد ومساء الخير لكل متابعي قناه النادي الاهلي والف مليون مبروك النيو لوك. الله يبارك فيك، انا سعيد بوجودك معانا النهارده. يمكن كريم يمكن في اول فقره حواريه معانا
في برنامج الترند، كنا دايما بنستمتع بوجوده في مداخلات هاتفيه او عبر السكايب، لكن النهارده هو موجود بنفسه، موجود معانا في الاستوديو. انا بتشرف طبعا معاك يا محمد، وحتى لو والله حتى انا وجودي هنا في قناه الاهلي من زمان كان اولها معاك في يعني في التجربه اللي كانت قبل التجربه الاخيره، ودايما بسعد بالتواجد معاك. الحمد لله على السلامه من الامارات. الله يسلمك، الله ربنا يخليك. طيب الفقره النهارده قلت فيها حاجات حصريه وخبريه مهمه جدا، بس محتاجين نبدا بخبر خاص وحصري لبرنامج الترند على شاشه قناه الاهلي. فاكرين الاسبوع اللي فات لما قلنا ان خلاص الفيفا استقر على تعيين طاقم تحكيم تركي وطاقم تحكيم ايطالي في مباراه الاهلي والعين الاماراتي، طاقم التركي لاداره اللقاء وطاقم ايطالي على تقنيه الفار. منذ قليل وصل لي خطاب رسمي بتعيين طواقم تحكيم هذا اللقاء اللي هيصل ان شاء الله مساء اليوم. قدامنا على الشاشه اهو طاقم تحكيم مباراه الاهلي والعين الاماراتي فقط وحصريا على شاشه قناه الاهلي. مباراه الاهلي والعين الاماراتي في استاد القاهره الدولي يوم 29 اكتوبر الساعه 8 بالتوقيت المحلي. طاقم تركي بقياده خليل ميلر اموت الحكم التركي هو اللي يدير هذا اللقاء، مع مساعد اول ابراهيم يوركان مساعد من تركيا مواطنه ايضا، مورات كوربي مساعد تاني، زوربي كويك هو الحكم الرابع التركي. على تقنيه الفار اليخاندرو دي باولو حكم ايطالي، والايفار حكم ايطالي ايضا ماركو دي باولو، ومراقب المباراه عمراني رحيلي من كندا، هو بالمناسبه كندا من كندا ومغربي الجنسيه. يعني ده طاقم تحكيم اللقاء وطاقم الايطالي اللي هيكون موجود على تقنيه الفيديو. ماتش اوروبي بنكهه افريقيه وبنكهه اسيويه على ارض مصريه. استاذ كريم نبدا معاك اول توبيك اهو، تعيين رسمي لطاقم الحكام بخطاب من الاتحاد الدولي. طبعا اكيد ومحمد يعني لا غبار عليه في حده الانفرادات الخاصه بالفيفا والكاف، طبعا متعودين عليه في الفتره الاخيره، هو صاحب السبق في هذه الامور. وطبعا اكيد احنا بصراحه بنفرح ان احنا كمان عندنا القدره للوصول للمعلومات دي، وانك تقدمها طبعا للساده المشاهدين والمتابعين ومحبي كره القدم، اكيد بتبقى خدمه ممتازه، ان اكيد كل الناس بتبقى مستنيه ماتش زي ده، اكيد اول مره يتلعب بالظروف دي يا محمد. وخصوصا كمان طبعا اكيد احنا بنتمنى كل المباريات الحاسمه ما يبقاش فيها اخطاء تحكيميه، وعايز بالزبط. والله بجد يعني استغل برضو الفرصه واوجه التحيه للكابتن امين عمر على المباراه الاخيره، مباراه نادي الاهلي نادي الزمالك، مباراه كانت عصيبه للغايه بكل امانه داخل الملعب. تعشت الاجواء هناك. بصراحه مباراه كانت عصيبه جدا 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 يعني، ولكن هو بصراحه ادارها باجاده وبصراحه وستايل بكل امانه، وكمان شخصيته انا اكتر حاجه عجبتني في امين عمر شخصيته داخل الملعب، شخصيته بصراحه كانت ممتازه، وواضح كمان هو يعني اكتسب خبرات كتيره. واتمنى اتمنى اتمنى الموسم الجاي ان شاء الله يبقى اداء الحكام بتوعنا افضل من الموسم الماضي، واكيد ان شاء الله نتمنى بقى طبعا بقى بالنسبه لمباراه الاهلي والعين ان شاء الله باذن الله ان طاقم التحكيم التركي يبقى في يومه برده او كويسين، عشان بصراحه المباراه برده انت فاهم مباراه كاس 90 دقيقه ما فيهاش مساحه للخطا، ما فيهاش مساحه ان احنا خد بالك الحكم ده كان ليه حاجات كتير في تركيا برده. فاكر رئيس النادي التركي اللي نزل انكارا جوجو وداله فاكر يا خبر ابيض. نتمنى يكون هو اتضرب ظلم. انا مش فاكر الواقعه بصراحه، بس اتمنى يكون اتضرب ظلم. الدوري التركي يعني تم ايقاف الدوري حوالي 10 ايام، واعتقد رئيس النادي ده اتوقف مدى الحياه، اعتقد اتوقف مدى الحياه ويمكن اتقبض عليه، والفيفا طلع بيان رسمي. قصه كانت حكايه كبيره في السنه اللي فاتت. طب احنا نتمنى يكون قدام الماضي. نتمنى طبعا نشوف طبعا طاقم التحكيم وكمان طاقم الفار، لكن طبعا احنا عارفين في الوقت الحالي برضو يا محمد حكام الفار ليهم دور مهم جدا 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 في الحالات الحاسمه، ونتمنى اكيد اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي، وبنرحب طبعا بضيوفنا فريق العين وكل كل مرافقي سواء من المسؤولين او من الجماهير باذن الله. يعني حكام من تركيا، الفار من ايطاليا، المخرج اجنبي، مصورين اجانب، بقول لك نكهه اوروبيه على ارض مصريه ما بين بطل افريقيا وبطل اسيا. طيب ابدا معاك. نعم. انت كنت موجود في الامارات وعشت أيوة. احداث السوبر باجواءها. نعم. كلها الاهلي مدى استفادته بالفوز بالسوبر والاجواء اللي كانت محيطه بالفريق قبل مباراه العين؟ شوف طبعا هو اكيد النادي الاهلي مع بدايه الموسم الحالي في وجهه نظري الشخصيه من متابعتي لمارسيل كولر والجهاز الفني، يعني النادي الاهلي في حقبه مارسيل كولر ما بيحبش يبدا الموسم بمباريات بطوله. دي بالنسبه لمارسيل كولر مش حلو، يعني هو ما بيحبش ده، يعني انا اشوف مارسيل كولر من المدربين الفنيين يا محمد اللي يحب يطلع السلم واحده واحده، هو دي ده اسلوبه، ده صحيح. اسلوب المدربين الفنيين على فكره الكبار، حتى يعني كنت بتكلم مع زميلنا محمود ابو الركب طبعا المعلق المشهور، كان بيقول لي جمله جميله جدا معلقه في دماغي، قال لي حتى قال لي يا كريم كلامك صح، لان في ايطاليا
بيسموا دايما دايما البطولات ديت اللي بصوا دي هي بطولات اغسطس. الفرق الكبيره ما بتحبهاش ليه؟ لان في بدايه الموسم انا عايز اعد اللعيبه بتاعتي عشان يكملوا معايا ويوصلوا للبيك بتاعهم في مع بدايه منتصف الموسم. يعني دايما الفرق الكبيره محمد بنشوف ان هي بتبدا تاخد الموسم تدريجي، خصوصا اللي بيلعب على ليفلز مختلفه او مستويات مختلفه، بيلعب محلي وقاري، ده صعب. ليه؟ انك بتلعب على عدد مباريات كبيره وبتلعب على مستويات مختلفه، فبالتالي انت عايز مش عايز تطلع بالبيك بتاعك في البدايه. ليه؟ لان هيحصل انهيار. صحيح. فكل ما انت بتبدا البيك بتاعك متاخر شويه، كل ما انت بتفضل مكمل لغايه نهايه الموسم. وبنشوف ده السيستم اللي بيمشي عليه ريال مدريد، السيستم اللي بيمشي عليه برشلونه، السيستم اللي بيمشي عليه مانشستر سيتي، بايرن، كل الفرق دي بتبدا تتدرج في مستوى لغايه لما توصل للاسابيع النهائيه او المباريات النهائيه في الموسم بتاعها في نهايه مايو او نهايه يونيو. وبالمناسبه يا كريم انت معايا اهو، ده جانب من تدريبات الاهلي منذ قليل، يمكن ده الجزء الاول من تدريب الاهلي اللي بدا حوالي الساعه 5:30. نعم. وبالتالي انا بشوف طبعا اكيد كانت البدايه مع السوبر الافريقي وتحقيق نتيجه سلبيه للنادي الاهلي، طبعا كانت نتيجه ايجابيه لنادي الزمالك، وبالتالي كان النادي الاهلي عنده اختبار قوي وشرس في الامارات للموسم الثاني على التوالي، وهي بطوله السوبر اللي بقت تتلعب من سيمي فاينل وفاينل. وبالتالي كان عنده بدايه من مباراه سيراميكا، المباراه كانت سهله خالص، كل ما يعني شاف مباراه الاهلي وسيراميكا اكيد مباراه كانت صعبه، خصوصا فريق سيراميكا لعب ادى مباراه ممتازه، كابتن ايمن الرمادي عامل فريق كويس جدا جدا، ولكن كانت فرصه لمارسيل كولر انه يبدا يصحح بعض الاخطاء اللي حصلت في ماتش السوبر الافريقي. شفنا مباراه نادي الزمالك عكس اعكاس خالص من مباراه السوبر الافريقي، النادي الاهلي كان واخد المبادره، النادي الاهلي واخد الضغط العالي، النادي الاهلي حارب نادي الزمالك من اهم نقطه عنده انه يلعب الكوره ناصر ماهر، شفناها جدا، كان ناصر ماهر متراقب بشكل قوي جدا 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 على عكس مباراه السوبر الافريقي، كان واضح ان في تصحيح للاخطاء اللي حصلت في مباراه السوبر الافريقي. ربما يعني خلينا اقول يعني ايه الحظ العثر اللي واجه لعيبه النادي الاهلي في الفينش في الشوط الاول بالذات بصراحه. يعني ثلاث فرص بصراحه، فرصتين طبعا بتوع حسين الشحات ووسام، وكمان الفاول بتاع يحيى عطيه الله كانت باد لك شديد جدا. اعتقد النادي الاهلي لو كان بادر بالتسجيل كانت ممكن المباراه تاخد شكل مختلف، ولكن يبقى برضو ما زال احنا لسه عندنا بعض علامات استفهام على الجانب البدني عند لعيبه النادي الاهلي، خصوصا طبعا احنا شفنا الشوط الثاني برضو مختلف والاوقات الاضافيه الدنيا بتقل شويه. طيب في فرق اكيد في المستوى ما بين مباريات السوبر مع سيراميكا ومع الزمالك ومواجهه العين. طبعا شايف مواجهه العين ازاي؟ طبعا لعب مختلف، عشان برضو دي نقطه مهمه جدا جدا عايزين نفهمها للساده المشاهدين. يا جماعه الكوره انت ممكن تكون بتشوف النتائج، لكن اسلوب اللعب نفسه مختلف. ان حامل لقب دوري ابطال اسيا واللي قدم السنه اللي فاتت بمستوى اكثر من رائع في خلال ثلاث مباريات بس يا محمد، ثلاث مباريات استقبلت شباكه 10 اهداف وخد نقطه واحده من ثلاث مباريات، بالظبط 10 اهداف في ثلاث مباريات. النادي العين حقيقه امانه بيمر بمرحله صعبه جدا مع هيرنان كريسبو، طبعا هيرنان كريسبو طبعا احنا عارفينه يعني وهنتكلم عليه اكيد يعني. طيب لسه عندنا تفاصيل اكتر ولسه عندنا ارقام واحصائيات خاصه بالعين، عدد الاجانب الموجودين في الفريق، يعني في عدد كبير جدا طبقا للوائح هناك في الاتحاد الاماراتي، كل ده ولكن بعد الفصل. طيب كنا بنتكلم على هيرنان كريسبو المدير الفني الارجنتيني لفريق العين الاماراتي، وكريسبو من الجيل الذهبي للارجنتين في كاس العالم 98 و2002، اسم كبير يا كريم، وحاليا هو بيقود فريق العين. اكيد طبعا، وكمان هيرنان كريسبو قدر السنه اللي فاتت يصنع لنفسه اسم كبير جدا جدا في الاداره الفنيه بعد ما قاد العين للقب دوري ابطال اسيا، مش بس الفوز باللقب ولكن المباريات اللي قدمها سواء في السيمي فاينل قدام الهلال ذهابا وايابا او حتى في المباراه النهائيه قدام اوراوا ريدز، فبالتالي اكيد هو يعني عمل فريم كويس. بس السنه دي الفريق فعلا متخبط للغايه. عايز اقول لك يا محمد رقم خطير جدا عند العين السنه دي، العين الموسم ده لعب ثلاث بطولات، لعب الدوري الاماراتي كاس الامارات ولعب كمان دوري ابطال اسيا. تخيل لعب 12 مباراه مباراه واحده بس فيهم كلين شيت، مباراة واحدة خرج بس واحدة بس مباراة واحدة فقط من ال 12 خرج منها بشباك نظيف، 11 مباراة تلقت شباكه أهداف. بالتالي احنا أمام فريق أكيد 100% عنده مشكلة في حتة الدفاع. طيب هل النقطة دي تخلينا احنا بقى نخش المباراة واحنا يعني مرتاحين؟ لا طبعا. ليه؟ نرجع للنقطة الأولى اللي بدأناها واحنا بنتكلم على اختلاف أسلوب اللعب. أسلوب اللعب
اسلوب اللعب الاسيوي مختلف تماما، والاماراتي مختلف تماما اسلوب اللعب انت بتلعبه هنا في افريقيا كمان. طبعا انت بتلعب مع ناس ما بقولش هم اصعب او اسهل، هم مختلفين، مش اسلوب لعبك، مش اسلوب لعب انت متعود عليه. وبالتالي انت لازم، نقطه مهمه جدا يعني لازم نحط ايدنا عليها، وهي زي ما انت مش عارف اسلوب لعبهم، هم برضو مش متعودين على اسلوب لعبك. وده شفنا مثلا النادي الاهلي لما جه بيلاعب اتحاد جده السعوديه، تعال نفتكر المباراه دي يا محمد، كانت في كاس عالم انديه، المباراه دي على وجه التحديد النادي الاهلي ما كانش فيفورت فيها على فكره. المباراه دي مباراه الاتحاد السعودي، النادي الاهلي كان هو الطرف اللي ربما الاتحاد السعودي بوجود كريم بنزيما في مركز المهاجم الصريح والفريق كانتيو والفرقه يعني فرقه البلاي ستيشن اللي احنا رحنا نلعبها دي، بصراحه الفرقه دي كانت هي مرشحه للانتصار على النادي الاهلي. صحيح. لكن لما المباراه بدات مع او بعد مرور 10 دقائق بدا لاعبي اتحاد جده يقولوا لك لا احنا مش عارفين نلعب الاهلي، الاهلي بيمارس ضغط عالي، منحهم التمرير، الهجمات المرتده اسلوب لعب هم مش متعودين عليه بالظبط، والهجمات المرتده بتاعت الاهلي خطيره جدا. بداوا كمان هم كمان الاهلي بيرفع الريتم، الاهلي ساعتها في الوقت ده كان بيرفع ريتم الماتش، مش زي دلوقتي بنخلص الشوط الاول وفي الشوط الثاني بنرتاح. وبالتالي انت عايز في الوقت الحالي ان انت مع العين الاماراتي ان انت تفاجئه باسلوب لعبك مع التركيز الشديد 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 مع سفيان رحيمي اللي رغم كل ده هو ما زال هداف الفريق في دوري اسيا. هو ولا باكوجي؟ لابا كوجو طبعا، كان لابا كوجو هو هداف الفريق في الدوري، في الدوري، في الدوري عنده 4 اهداف. سفيان رحيمي هو هداف الفريق في دوري اسيا، والغريب ان لابا كوجو في المباراه الاخيره كان بديل، يعني هو كان بديل مع هيرنان كريسبو، كان قاعد جنبه على الدكه، ما لعبش اساسي قدام الهلال ونزل كبديل في الشوط الثاني. عندك بندر محمد وكاكو وماتياس بالاسيوس. طبعا الاثنين بالاسيوس وكاكو، كاكو طبعا من باراجواي وبالاسيوس من الارجنتين. كاكو طبعا لعيب كبير في السن شويه، من كام 30 سنه. بالاسيوس هو في وجهه نظري اللي بيعمل الازمه مع سفيان رحيمي. بالاسيوس ربما يكون على السكور شيت هو بيلعب جناح ايسر، لكن في انك تحافظ على لقبك في دوري ابطال اسيا صعب. طيب حظوظك بقى في الدوري المحلي انك تترشح من مركز مؤهل لدوري ابطال اسيا السنه الجايه صعب، لان انت فعلا بعيد، محتاج ان انت تعمل ريمونتادا في الجدول، انت فعلا بعيد، وعندك كمان في فرق ماشيه بشكل كويس زي الشارقه. كنت بتكلم مع زمايلنا لما كنا في الامارات، زمايلنا الصحفيين بيغطوا الدوري الاماراتي بيقولوا لي الشارقه السنه دي عاملين موسم رائع، وكمان يعني عاملين صفقات كويسه جدا، والفريق قوي، الفريق في الملعب فعلا قوي، وبينافسوا المنافس الاساسي له هو الشباب اهلي دبي، وبالتالي العين بعيد شويه. طيب يبقى انت النهارده محتاج ايه؟ انت محتاج النهارده انت بقى كنادي اهلي انك محتاج تستغل هذه المباراه دي. في وجهه نظري محمد، وجهه نظري يجب ان تسرع من استغلال الوقت قبل ما العين يفهم الاجواء، الاجواء والدنيا وسيناريو الماتش هيمشي ازاي واسلوب لعب الاهلي في الملعب. يعني سيبك انت تتفرج على الاهلي في التلفزيون حاجه وتنزل تلعبه حاجه ثانيه، ما تنزل تلعب لازم ما ياخدش الوقت انه يفهم، لازم بسرعه 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 تفرض سيطرتك على المباراه، ده اكيد اكيد هيخلي العين في دايما موقف الدفاع. طيب. النفس سؤالين بسرعه عشان وقت للاسف جري معاك بسرعه. اتفضل. تتوقع المباراه توصل اكسترا تايم؟ ان شاء الله لا. ان شاء الله لا. احنا ما نستحملش عشان الناحيه البدنيه كمان. المتفرجين مش مستحملين بصراحه. طيب الحاجه الثانيه، مين من لعيبه الاهلي ممكن هو اللي يصنع الفارق في المباراه دي؟ شباب ولا خبرات؟ والله بص بكل امانه هو ياما خد نقد شديد. انا اشوف الفتره الحاليه طاهر، محمد طاهر مادي فتره جيده جدا مع النادي الاهلي. بشوف طاهر بصراحه الفتره الحاليه عامل مستوى جيد، بشوف بكل امانه النادي الاهلي لسه بيدور العجله شوية بس شوية. بالظبط، بس ان شاء الله اتمنى بكل امانه، انا يعني متعاطف جدا مع طاهر، محمد طاهر، وشايف ان هو بيادي وما بيتكلمش وبيستمع ومتقبل جدا لاي وجهات نظر، فاتمنى ربنا يوفقه في المباراه دي، اكيد هتتكتب في تاريخه زي ما جاب تفتكر جاب الهدف في ماتش الرجاء الشهير. طيب واحنا بنختم معاك محتاجين نشوف المشاركات والسؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، وطلبنا من كل الساده المشاهدين يشاركوا معانا في الاجابه على سؤال، هل تتوقع احداث تعديل على تشكيل الاهلي في مباراه العين بالمقارنه بتشكيل الاهلي في مباراه الزمالك؟ تعالوا نشوف كده تعليقات الجماهير معانا على الشاشه عشان نبدا نشوف التعليقات. وكريم معايا بالتاكيد. اسلام عادل بيقول انا في رايي التشكيل اللي لعب بيه مارسيل كولر، محمد الشناوي، اشرف داري، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، يحيى عطيه الله، مروان عطيه، كوكا، عاشور، الشحات، رضا سليم، كهربا. طيب هو شايف ان كهربا يبدا،
محمد عبد الله قال بكل تاكيد وسوف يبدا ببيرسي تاو مكان طاهر ومروان وامام واكرم في نص الملعب، يحيى وكوكا وياسر وربيعه والشناوي وسام. يعني الناس شايفه في تعديل. ناخد راي تاني، احمد سعيد بيقول مصطفى رامي ياسر كمال يحيى اكرم مروان قفشه امام الشحات وسام، والحمد لله على نعمه ربنا ثم اعيشها للاهلي، اهلاوي الفخر ليا، ده نادي القرن هو نادي. في تعليقات تاني معايا، هيحصل تعديل للاطراف وممكن عمر كمال مكان اكرم واكرم يلعب بجوار مروان. يعني اخر تعليق كمان، محمود بيقول اتوقع شنو رامي ياسر كمال يحيى اكرم مروان قفشه امام الشحات وسام. يعني التعليقات كلها شايفه هيحصل تعديل. كريم سريعا، في تعديل ولا نفس التشكيل؟ لا اعتقد نفس التشكيل، لاعبين نفس التشكيل. نفس التشكيل. طب كريم شايف تعليقات او رايه مختلف تماما عن راي الناس اللي شاركت معانا. عموما يوم الثلاث هنعرف التشكيل اللي ممكن يلعب بيه كولر، وفي النهايه ايا كان التشكيل اي 11 راجل هيبداوا المباراه ربنا يكرمهم ويوفقهم ويحسموا المباراه، لانها مباراه صعبه جدا على الاهلي وعلى العين. في الختام انا بشكرك يا كريم، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا يا محمد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ليك. وفي الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لقاء جديد على شاشه قناه الاهلي في برنامج الترند.